Recording, ماشي. Some point of anatomy regarding the tonsils. Tonsil normally here pink in color. تشبه ال surrounding tissue. السايز مالتهم تقريبا symmetrical، مو كلش بس مرات يعني فرق بسيط. المفروض ان same size. اللي إذا يصير infection بوحدة. Tonsil ويا الادينويد هم اثنيناتهم لينفويد تيشو ويشتغلون يعتبرون كديفنس ميكانيزم، كنا نعرف هذا الحقيقه. التونسلايتس شنو؟ التونسلايتس هو انفليميشن اور انفكشن اوف ذا تونسل، يسمونه تونسلايتس ايذر اكيوت اور كرونيك اكوردنج تو ذا ريكرنسي. التونسل هي لمفويد جلاند تعتبر بروتكتيف للبدي لانها صار في بدايه الجي اي تراكت، يعني بالماوث الاوروفارينكس، بدايه الاوروفارينكس. اي مايكرو اورجانيزم يدخل عن طريق انهيليشن او سولومينج تكون اول بروتكتيف ميكانيزم هي او ديفنس ميكانيزم هي التونسل، يعني هي اكبر لمفويد تيشو بهاي المنطقه سواء فايرال او بكتيريا. اذا الاتيولوجي اوف تونسلايتس منين يجي الانفكشن؟ ايذر فايرال، هو 50% فايرال، انفلونزا، بارانفلونزا فايروس، ادينو فايروس او راينو فايروس، هذا من الكمن فايروس. بكتيريال انفكشن ايذر فروم بيجينينج اور يعني عدوى يجي له من واحد مصاب بالكيوتونسلايتس او يبدي فايرال انفكشن بعدين يصير سوبر ادد بكتيريال انفكشن. اني هاو ذا كومنست هن بيتا هيمونيتيك ستريبتوكوكاي، هيموفلينس انفلونزا خاصه بالاطفال، والموركسيلا كاتارالس. اذر اللي هن حاطين انا بالاسود الستريبتوكوكال نيمونيا ايضا، ستاف اورياس، وقسم ان ايروبيك اورجانيزم. احيانا المريض يشوف ياخذ انتبايوتيك واحنا راسا نشفت على المريض بانتبايوتيك، والمفروض نعطي تشانس على انه اعتبار 50% هي انتي فايرال. المفروض مريضنا ياخذ جست سمبل انرجيسيا وفلويد وسيديشن يرتاح ريست، واذا بقت يوما بدت عند فيفر تصعد السيرفايكال ليمف نود تبين معناته بدت البكتيريال انفكشن. بس اذا بين ليش الساعه يلا نمضي، بس احنا لانه ما عندنا مريض جود فلاورز، مريض نقول له روح ارجع تعاجز يجي ما تحسن بدل العلاج من يمه، فهي هاي المشكله اللي جاي نعاني من عندها. بس ساينتفكلي اند ثيوريتيكلي هي 50% فايرال انفكشن، يمكن انه يطيب المريض بال هيز اميونيتي. اللي جاي يحصل هسه بالشارع يعني يروح عند انفلونزا بسيطه اللي يظهره راح يضربون المضمدين بالاموكسيلين بيال او في اي شيء، زائدا ديكادرون هذا يعتبر منشط، هو طاب من كيف من المناعه ما تتراهم انه هذا العلاج سالس. لذلك هي يعني المشكله اللي جاي نلقى بها بالاوت بيشنت. هاي الصوره والسلايد راح يبين الفرق بين النورمال والاب نورمال والانفلام تونسل. هذا السايز مالته، شوف هنا شلون صار السايز مالته، اللون مالته هنا بينكش، هنا صار ريد. الانتيريور بيلر هنا بينكش، هنا ريد اند كونجستد. اليوفيولا نورمال، هنا ليتل بيت لارج اند انجورجمنت اور انجكشن of the blood vessels. Pathological speaking for tonsillitis. هي كي infection inflammation لازم تصير red swollen و with the processing of infection راح تحول تكون البص، والبص fill the crypts of the tonsil داخل البوكيت فيعطيني كانه oxidate شلون الموزايك المنطقه مش مشمره هذا البص على الميديال سيرفيس اوف ذا تونسل.
ويا البقال انفكشن راح يصير كوليز، يعني هذا الباص يتحد مع بعض يتحول الى ممبرين، يسوي ممبرين اسبونسلايتس. ريكرنت انفكشن اوف تونسل راح يخليها تكبر وحتى من ترجع ما ترجع الى الوضع الطبيعي، حتى من يطيب ما راح ترجع، ويا الوقت راح تبقى هي هايبرتروفايد او بيج تونسل. Sometimes يكون الانفكشن سيفير يوصل الى التونسل تصير اوفر سوالينج، توصل الى حد اتاش ذا انذر وان اون ذا اذر سايد، يسمونه كيسينج تونسل. الاطفال هم الاكثر عرضه للانفكشن التونسلايتس اكيد، لان الميونيتي مالتهم اقل. ونو بارتيكولر gender prediction in case of tonsillitis. ماكو 6 difference، كل واحد يعني يمكن male يمكن female، ما عندنا هاي اكثر من فرق. Types of tonsillitis عندنا 3 types معروفه. البارينكايما من تكون just swelling and redness of the tonsil، تصير يعني uniform congestion of the tonsil، بس احنا السايز ما تختلف، ما لنا علاقه في بعض الموضوع، لكن السيرفيس نشوف نزل اللسان قابضه اللسان، نشوف التونسل كلها حمراء ما بيها فد شيء اخر، فهاي يسمونها parenchymatous tonsillitis. other type اللي هو follicular tonsillitis. and now the crypts of tonsil filled with pus، يعني هاي السبوت ابييرنس اللي قلنا عليها مثل الموزايك. اذا هاي السبوتس التحمت مع بعض كوليز توجذرز فورمينج ممبرين يسمونها ممبرينس تونسيلايتس. راح جت ديرتي سوفت بلد اون تونسل ملعوب بهذا. How the patient present. Patient present present like as a sore throat, pyrexia. دائما يشوفون يقول مرات يوصف لنا انه عدم ارتياح بالعوم، ما بعرف شنو، ما بيأشر انه ما بيأشر انه، فهذا يسميه sore throat، حرقة بالعوم. Pyrexia feverish ودورمفاجية، يعني عندهم difficulty من swallowing لأنه من يبلع راح يتحرك ال interior bladder اللي هو قلنا congested، فيصير عندهم pain during swallowing. malaise أيضا من عدم الأكل وال من ال weakness وما له خلق. إيرك هذا referred or target through glossopharyngeal nerve to the ear, picking speech لأنه بالعومة صار soft palate swelling، tonsil big، فيصير كأنه في شيء بالعومة واقف، فيحكي thick speech أو يعني بين إنه بال شلون واحد غاص في الشيء. In severe cases there's signs of toxemia اللي هي على شكل rigor، high fever. ليش يتلك توكسيك بعد ماليز ما يقدر يتحرك. الفيتشر اوف ابندسايتس تشابه مرات ويا التونسلايتس. ليش؟ خاصة بالاطفال يصير عندهم مزنتريك ادينايتس، فيظل يشكي من ابدومينال بين، وخطأ ان يروح يتجرح وقسم من عندهم يفتحون على اساس انه ابندسايتس، وبالحقيقة هو مزنتريك ادينايتس. لذلك لازم you have to ask the parents about tonsillitis. أي واحد عنده acute abdominal pain أطفال لازم تأكد من إنه يكون acute tonsillitis. The examination شو راح يطلع عند التونسل؟ tonsil congested حمرة large، pillar أيضا congested مثل ما شفنا بالصور المثال السابقة. وإذا أكو follicular type راح يكون pus filled the crypts،
وتانك فوري تانك اند هالي توسيس طلعون ريحه مو طيبه واللارج اند تندر سيرفايكال لنف نودز او انفستيجيت بيشنت وذ تونسيلايتس. اذا ما ماخذ انتبايوتكس وما رايح لا منه ولا منه وما ماخذ يعني سيلف ميديكيشن نسوي له ثروت سواب فور كلتشر اند سنسيتيفيتي كومبليت بلاد بيكتشر اور فيتشر تو اكسكلود اذر ديفرنشال دايجنوزيس اوف اكيوت تونسيلايتس لايك اجرانوسايتوسيس سكارلت فيفر دفتريه بلاد فيلم ما يفيدني بلاد فيلم especially on the mono spot this هذا مهم ايضا بال infectious mononucleosis infectious mononucleosis ليش بيت تونسيلايتس هذا differential diagnosis scarlet fever اما يسا اللسان مالتهم يكون red strawberry tongue وحتى skin rash diphtheria ايضا ان الممبرين يكون dirty false membrane covering the tonsil and the soft palate more toxic intensive infection and ulceration a white patch on the tonsil a granulocytosis in the leukopenia severe leukopenia والاجرانوسايتوسيس كوز مالتها ان واحد ماخذ توكسيك ثيرابي او كلوروفينيكول واحده من الاسباب اللي يعني تسوي الاجرانوسايتوسيس وجرانولار فيفر او الانفكشن مونوكلوسيس هاي جرانولار فيفر يعني بين عندنا مالتيبل سيرفايكال نيفروباثي وفيفرش وايت باتش اون ذا تونسل ميزها ايضا بالمونوسموك تيست and blood film is your atypical lymphocyte vein with blood film. Treatment, bed rest, ضروري. مو بالخطأ الناس تقول لا لا تتساهلوا الانفلونزا أو تتساهلوا التهاب البلاعين. نوم وتحرك وما ادري شو يسوي هذا خطأ. Bed rest, you have to bed rest for at least 24 hours. Soft diet. And excessive or increase in the fluid intake. And see more rehydration, and fever. Now GCMN, systemic antibiotic, broad spectrum antibiotic. We start with first line while augmenting the amoxicillin and clavulanic acid. And cephalosporin, second or third generation cephalosporin, the molecules of vaccine or سيبتازيدين والأزيثروميسين اللي هو the patient sensitive to penicillin. The patient sensitive to penicillin هم نحاول مرات متحاشى سيفالوسبورين لأنه مرات يصير cross sensitivity يعني عند حساسية للبنسلين يمكن يطلع عند حساسية للسيفالوسبورين فنروح على الأزيثروميسين. هذا بكتيريوسايدال هنا بكتيريوستاتيك من اللي جاء ما يقدر يدخل complications of acute tonsillitis peri tonsillar abscess نحن نسميه كنز parapharyngeal abscess retropharyngeal abscess edema of the larynx acute rheumatoid arthritis and acute nephritis, septicemia, and acute arthritis maybe. إذن كلهم خطرات. يعني ماكو شيء بس acute arthritis maybe يجوز يعني سهل التعالج. بس أكثر إذن خطرات يعني إذا ما في larynx يعني ما في suffocation. rheumatoid arthritis أو rheumatic fever سرعتهم rheumatism. ايضا من دائما يعاني من مفاصل او توجع خاصه الانكل والني جوينت نفرايتس دائما يشكو من هذه يشكون من لوين بين عندهم والريبيتد يو تي اي
من complication of acute tonsillitis. التونسيلاتيس الاكيوت اذا انعادت اكثر من مره يسمونه كرونيك. هسه انشاء المصطلح كرونيك تحول الى ريكرنت اكيوت اتاكس اوف تونسيلاتيس. فيتشر اوف ريكرنت اتاك تونسيلاتيس يعني يمتى نقول هذول او شنو راح يصيرون حتى نقول هذا مبين عليه مزمن وصار عنده مو اول مره اكثر من اضافه الى الهيستوري. مرات اهل المريض ما يكون هيستوري مضبوط يعني يشتبهون ينسون. فعاده نشوف نقولهم يقولون هو على طول عنده مشاكل بالعومه يوجع persistence or recurrence sore throat يصير عندهم على طول. يصير عندهم marked tonsillar enlargement and marked injection of anterior pillar. هاي التونسل بيك تونسل تونسل اللي يسمونها كيسينج تونسل يعني مثل اسقاط تقريبا. وهذا الانتيريور بيلر انجكتد احمر هاليتوسيس فولو تانك. هذا التانك شلون صاير عبالة فطرية صاير بي وهاليتوسيس من البص تطلع ريحة مو طيبة. وتشوف المريض اولويز هو ريحة حلقة مو زين يعني حتى مو اكيوت اتاك ما عنده طاب نيكوت اتاك لكن باقي عنده الهاليتوسيس من كثر ما البص فول ديكريبس. ومرات يصير على شكل سميه كيراتوسيس تونسلر كيراتوسيس او يسمونه تونسلر لثياسيس. هذا يصير مثل حبايه التمن او الكونسيستنس مالتها مثل الجبن بس بيها باد فيري باد اوفر اودر. و بيزيستنس لنف نود معناته ايضا كرونيسيتي ساين اوف كرونيسيتي. يعني ان ساين اوف كرونيسيتي بس ما يسمونه كرونيك يسمونه ريكيرنت اكيوت اتاكس. هسه شوفوا الاخ على الاكيوت فقط انه بالهيستوري كم مره واقع والسايز مالت التونسل والبلر. يعني المريض يقول انا كل ما افتح حق المريض ما مريض القى عندي هذا حمر. باي سايد اوف كرونيسيتي تريتمنت اوف كرونيك تونسلايتس هو تونسلكتوم. تونسلكتومي انديكيشن فور تونسلكتومي عندنا الابسوليوت انديكيشن بعدها كورليتيف بس ما راح نذكركم اياها. اهم شيء ان ذني الريكرنت اتاك اوف تونسلايتس تقريبا اذا 7 مرات خلال سنه واحده يعتبر كرونيك انديكيتد فور تونسلكتومي او 4 مرات خلال سنتين متعاقبتين. يعني هاي سنه 4 مرات سنه ثانيه 4 مرات لما تكرر عنده ما تعبر سنه مثلا اذا ما صار عنده 4 مرات هذا ايضا انديكيت فور تونسلكتوم. ريكرنت episode of peritonsillar abscess يعني راح صار عنده كونزي اللي هو يسمونه peritonsillar abscess كمضاعفات مال التونسلايتس و شفى وما طول شهر رجعت مره ثانيه الاتاكس او ورا شهرين او ثلاثه. فيعني مو اول مره صار عند peritonsillar abscess هذا ايضا indication for tonsillectomy. suspicion of neoplasm suspected in neoplasm شفنا unilateral enlargement of tonsil or presence of ulceration on the surface of the tonsil هذا enhance أخاف أو أشك بالنيوبلازم. بديش الساعة لازم نسوي التونسيلكتومي على الأقل الصفحة الكبيرة أشيلها هي تونسيلكتومي هي بايوبس وهذا indication for tonsillectomy. contraindications إذا patient توه مصاب بالـ upper respiratory tract infection يعني توه acute tonsillitis أو توه صار flu أو sinusitis هذا ما يصير نسوي له tonsillectomy نأجلها لازم بعد أسبوعين يلا نقدر نسوي له tonsillectomy. bleeding disorder any type of bleeding disorder hemophilia نوكشن بربرا اي بلاد ديسكريزيا لوكيميا
هذا ما نقدر نسوي له عملية، ما مجبورين نسوي له عملية ونخليه بقي على العلاج. Using of contraceptives أيضا you have to postpone female with contraceptives to stopping of the pills conception for at least مختلف عليه يقول قسم يقول شهر قسم يقول ثلاثة أشهر يتوقف يلا يسوى لها العملية لأنه الكونتراسبشن هذا الاستروجين والبروجسترون يزيد الانجورجمنت يزيد تشانس اوف بليدنج يقلل الهيلينج فراح ندخل في الكومبليكيشن كليفت بلت ايضا كونتر اندكيشن فور تونسيلكتومي لانه هم اصلا عندهم يصير هايبرنزاليتي من يحشي يخن وهاي التونسل شويه تساعد على مود يطلع الصوت اذا شلناها بعد ينتهي الصوت مالته كومبليتلي و الابيديميك اوف فايرال انفكشن مثل البايلو او هسه عندنا كورونا فايروس ايضا بهذا الوقت هو المفروض احنا ما نشتغل تونسلكتومي لاي مريض خاصه دول الشك بيهم انه فايرال انفكشن و تقل الاميونيتي مالتهم المهم يعني احسن رجعنا نشتغل طولت الفتره على الاقل بالاكيوت اتاك ممنوع ما اعرف بعدين ورس مالت الوزاره رجعت العمليات complications of tonsillectomy بير اوبراتيف يعني بيونيك سيرجري يمكن يصير anesthetic reaction to anesthetic drugs hemorrhage damage to uvula teeth posterior pharyngeal wall على ما ندخل الماوث جاك او during intubation يمكن تنضرب من الماوث دخل الماوث جاك الماوث جاك راح يعتمد على الاسنان هذه يعني هي بيها مثل الفخاشه تشلب احيانا ينكسر احيانا ينشلع خاصه بالاطفال اللي هم بعدين بدل اسنانهم after complete tooth eruption هاي اللبنيات تروح تبدل permanent teeth فهنا تكون باللبنيات بسهولة توقع فيمكن يصير damage to the teeth يمكن يصير dislocation بالtemporal mandibular joint TM joint هذا يعني احنا فاتحين حلق المريض بهالطريقة على مود نشتغل يصير tension على joint هذا احتمال يعني تطورت السالفة من نرجع نخلص العملية نسوي ريليز يظل متشلب هذا الجوانت فيصير بي ديسلوكيشن هاي واحدة من الريسك أو الكومبليكيشنز اللي دورينج سيرجري افتر سيرجري بوست اوبراتيف كومبليكيشن عندنا أيضا الأنستيك كومبليكيشنز يمكن المريض يصير عنده تفاعل ويا الأنستيك بريك يمكن يصير عندهم هايبوكاليميا هايبركاليميا كارديك ارست من سوالف الانستيزا يعني انفكشن قد يكون هو سنسيتيف للانستيزيك دراجز وما حد يدري يعني لازم ناخذ الهيستوري من عنده نقول انت ما مسوي عمليه سابقا اذا مسوي عمليه ما صار عنده مشاكل اوكي لازم انرجي تو انستيزيك دراجز اذروايز ما نسوي ذا العمل المهم الهيموريج تو تايب اوف هيموريج عندنا ريأكشنري هيموريج اذا هو 24 ساعه او سكندر هيموريج اوف 5 دايز انفكشن اوف ذا تونسلر بيت ايراك ايضا العمليه ودايسكشن يصير بهم بين اكيد لما تنضر الاعصاب او تتعرى ونيمونيا كاي ايبون هو اصلا بدل التونس كرونيك تونسلاتيس الجسم مالته مو كلش تمام دائما خاصة إذا عندهم أدينويد وياها فالأنستيزيا تراكس وين تروح الأنستيزيا داخل الجسم وأيضا يمكن تسوي لهم أنيمون والتونسل الريمننت إذا ما انشال التونسل بالكامل يمكن تبقى ريمننت تسوي ريميتيد انفكشن نجي للهيمورج بس احنا إذا نجي حكينا عن كل الأنستيزيا والهيمورج عدد ناين والتروما
والانفكشن والنيموني. نجي للهيموريج شوي راح نتوسع بيه. الهيموريج عندنا تو تايب قلنا برايمري سكندري. برايمري هيموريج او رياكشنري هيموريج تكتبون بالامتحان رياكشنري هيموريج برايمري هيموريج يجيكم ايش سؤال فهو نفسه نفس الهيموريج. هذا يشكل 2% of complications of tonsillectomy. يعني إذا نسوي 100 عملية tonsillectomy احتمال يصير reactionary hemorrhage 2%. والreactionary hemorrhage يمكن يصير خلال المفروض يعني يصير خلال 24 ساعة ونحسب 100 reactionary hemorrhage. ليش يصير؟ قد يكون المريض يجح vomiting اي شيء يزيد الانترافينوس بريشر اثر قوه قاح صيح بشح حيل هذا يزيد الانترافينوس بريشر فيفتح الفينز او سليب ليجاتشر. يعني احنا عاقدين البليدنج العقد اختخت قحقحه قويه صار قوي يعني البريشر داخل فين قوي فتح العقده فيصير هذا الشيء فيمكن يكون سبب للبليدنج. انتم كمقيمين شلون تعرفون هذا صار عنده بليدنج؟ اما يطلع البلد برا اوبفيوس بليدنج واضح يعني تطلع تف الدم يطلع الدم لا يقولون شنو كل ما نمسح الدم من الحلقه يرجع مره ثانيه او جارجلينج ساوند اهلا ما يشوفونه هو جاي يبلع البلد بس ما يدرون بيه ويجي يتنفس يطلع صوت يعني صوت اثناء البريثنج جارجلينج ساوند دورينج بريثنج يعني شلون واحد جاي يشرب ماء وجاي يتنفس هالشكل ريبيتد سوالو يشوفونه كل ساعه يبلع ريجن يعني اكو فشي جاي يخليه يبلع ريجن. هم عاده تونسلكت ماز بيشنت يقللون من عملية البلع حتى من يريد نقول له ابلع ما يقبل ابلع لأنه عندهم بين فيحاول يعني يبصق ما يمسحها بكلينكس. بس هذا اللي عنده بليدنج لأنه عنده بلد يعني أكثر من طاقة اللي يضطر يبلع فيصير swallowing of blood. من صار swallowing of blood وين نزل معدته صار irritation صار vomiting. إذن نلاحظ هذا النيء فيتشرز اللي لو واحد طلع من العمليات وأنتم مقيمين تشيكوا هذا الأمر. البلس راح يزيد the bleeding راح البلد الهارت يعوض ويصير عندهم تكيكارديا ولورينج اوف بلد بريشر. مانجمنت اوف برايمري هيمورج او الاكيوت عفوا رياكشنري هيمورج تاخذون بلد فور كروس ماتش نسحب بلد من كروس ماتش نسوي كانيولا نخلي الكانيولا اي في لاين فور انفيوجن نطيب فلويد حتى شوي نرفع الضغط مالته الى نحضر الدم اذا هو يحتاج. احنا المفروض نخليه نحضر الدم بس مو شرط نطيب اذا توقف الدم اكوردنجلي لازم بعدين نسوي تحليل. Identification of the bleeding point. The bleeding site هذا من جاي يطلع؟ أشوف هاي يمنى يسرى من فوق upper pool lower pool حتى أفتهم هذا شنو أسوي له. إذا شفتها يمكن يسوي كاتراليزيشن يمكن simple thing وأنا بردها ليش أنا أروح كاتراليزيشن ما يقدر يفتح حلق الماء عرفنا هاي الجهة اليمنى مثلا هي بليدنج اجيب الدوز شاش وخليه يصوت بالادرينالين 1 الى 1000 بالتركيز مالت الادرينالين وبدي نخفف بشيء بارد ونخليه بحق البلد انتظر فد 20 دقيقه يعني خليناه بعدين طلعناه ننتظر 20 دقيقه صار كلوتين استقر اوكي نستخدم وراء الهيدروجين بيروكسيد جرجل جرجل هيدروجين بيروكسيد هذا موجود بالسوق يسمونه اكسجين نخففه بماي بماي بارد ونقدر نغرفه على موت بركه البروده والهيدروجين بيروكسيد يوقف البلاد.
اف فيلد راح يعني مرات شو نسوي؟ هاي الجوزه الادرينالين نخلي بارتري واحنا نضغطها على البليدنج سايد. اذا كل هذه المجهز وقفت وما وفشلت فيلد نرجع المريض العمليات under another attack of anesthesia to stop bleeding. شلون نوقف البليدنج؟ بعد لازم نفتح نشوف السايت مالته نرجع نسوي له نعقد البليدنج او كوترايزيشن. واذا كلش صعب وما وقف نسوي خيطه بلر على بلر على مود يوقف. المهم نرجع للعمليات ونوقف الدم مانج ذا بيشنت. اذا شفنا صار يعني بيل والهيموغلوبين مالته نزل لازم نعوضه بالدم. السكندري هيمورج هو عاده ورا الخمس ايام الى 10 ايام نقول هذا صار سكندري هيمورج. سبب مالته انفكشن يحتاج الى ري ادمشن اند اوبزرفيشن. سكندري ما باقي خمس ايام بالمستشفى اكيد طالع ري ادمشن دخل المستشفى. بلاد فور كروس ماتش نفس العمليه ناخذ دم تحضر انتبايتك لانه كروس مالت انفكشن لازم ننطي انتبايتك وهيدروجين بروكسايد كاربون 20 مينت ويتنج ما فات ادرينالين سوك دوز بالفوس ايضا نخليها مو نخليها 20 دقيقه نخليها دقيقه واحده دقيقتين وبعدين ننتظر 20 دقيقه نصبر ويتنج يعني بدون هاي الجوز او الكربو. استقر اوكي ما استقر عند نرجع للعمليات ونخيط سوتشر على سوتشر. هنا بالانفكشن اللي يكون البيد مالتونسل سلافت ما يساعدنا نسوي لاجيشن بسهوله نضطر نخيط البلر على البلر اما نخلي شاش جوز او بلر على بلر ونخيطه هذا الضغط يوقف الدم. هاي البيكتشر انتم خاف تشوفونها بالمريض بغدا انتم تشوفون المرضى مع البوست اوبراتيف بنشوف هذا الشكل. هذا مسوي له عمليه تنسلكتومي اول يوم يومين ثلاثه اربعه تشوفونه بالاوت بيشنت. هذا مو انفكشن. هاي الكبسول اللي يحيط التونسل من اللاترال سايد اوتر سايد يصير هالشكل شلون يعني من يحصدون الحنطه خضراء جسر راح يصير مكانها اصفر. هذا شبهانه بنفس الشيء الشكل لونه هو يعني كله قطعه واحده بس مو بس. هذا من يصير انفكشن راح يصير بهذا الشكل. هذا كلوته وسبب البليدنج جوا الكلوته ظل يستمر البليدنج. بيريتونسولار ابسس واحده من الكومبليكيشن اوف ذا بيري اوف ذا كيوتونسولاتس هي بيريتونسولار ابسس او يسمونه كوينزي. الاسم الثاني كوينزي خاف تجيكم بالاسئله. كوينزي هي نفس البيريتونسولار ابسس لا تشتبهون تروحون على البرا فانجيال ابسس. Definition of a Quincy or peritonsillar abscess is a collection of pus between tonsil and superior constrictor muscle. Etiology, either due to following and repeated infection. يعني ما تجي لوحدها لازم اكو تونسيلاتس قبلها acute tonsillitis وبعدين صارت peritonsillar abscess. Why mostly unilateral, نادرا ما شايفين bilateral peritonsillar abscess. هو قابل بس اكثر شيء unilateral. Usually unilateral. Clinical features of peritonsillar abscess. شوفون الصورة. هو كسيمبتومز يصير high fever, severe pain, ما يقدر يبلع. ما يقدر يسد حلقه قصدي ما يقدر يفتح حلقه على مود ياكل. تريزموس يسمونه هذا لوك جو يقفل الحلق مو يقفل لانه بس هو المريض يحاول ما يحرك حلقه على مود لا يتاذى لانه حتى داير ما داير الفتش من الداخل وهذا كله
يصير سوانينج او إديما. هذيك عند ماليز الكونستيتيوشنال سيمبتومز سيفير بين باركسيا. هذيك عند ماليز فيزماس ايرك اكيد يضرب على الفيرت اوتالجيا اللي يضرب على الجهه مالته مالت الايد. وعندنا انتنس سالايفيشن تصير عندهم مثل الدرونينج ما يقدر يبلع فاللعاب الموجود ما يبلع يحاول يطلع بره. excessive salivation intensive salivation وتيك سبيتش اكيد مثل اللي قبل واقفه وفويتر اوريس معناته باد اودر يطلع من حلق المي او يسمونها هاليتوسيس. الصفات هي تشبه صفات الأكيوت تونسيلاتيس لكن هنا يونيلاترال تونسل لارجمنت و بوشينج يوفيولا دماتس يوفيولا أيضا تروح ميديالي والتونسل يروح ميديالي. ليش؟ لأنه البص جاي يصير خارج ورا التونسل بين التونسل بين المصل يعني لاترال تو ذا تونسل فيدفع التونسل ميديالي والتونسل بدورها هم كبرانة تدفع اليوفيولا تقدر ساعد. فهاي يصير عندهم مارك هايبرينيك إديماتس تونسل and palatal region. إديماتس يوفيولا and pushed toward other side. Complication of peritonsillar abscess هو أيضا ما خالي من خطر. يصير بي parapharyngeal abscess يروح يعني ما يبقى مكان التونسل يعبر المصل وعن طريق البين والليمفويد تشو بصص ويروح للبارافرنجيال سبيس ويسوي لنا بارافرنجيال ابسس. إديما of the larynx تنزل و سبتسيميا وش قد خطرة هاي البارافرنجيال ابسس. تريتمنت in early stage when cellulitis stage نحتاج فقط يعني متحق المريض اشوفه بس حمار السوالينج توا بادي يعني من نضغط بالصواب اي آلة خلينا تنك ديبرسر على السوالينج ما نشوف البلينشينج يعني قصدي مو على التوصل فوق التوصل على الصوت بلد ما نشوف بلينشينج شلون واحد يضغط يصير يشوف مكان صار ابيض بعدين الايرلي ستيج ما يصير هذا الشيء فقط سيلولايتس منطقة محتقنة وصوت بلد محتقن والتونسل فهاي المنطقة أكو شوية سلايد سوالينج فوق التونسل دافع التونسل داون وورد شوية ميديالي سير عندنا شك إنه هذا بريتونسل أرابسس. فبهاي الحالة بيجي ستيج نقدر نعطيهم أنالجيسي وانتبايتكس وبيشت انتبي أتريست وأيضا اكسسيف فلويد انتيك for rehydration. فهنا يعامل معاملة التونسلايتس عادي بس إذا لا التونسل كلش مدفوعة والمريض توكسيك والمريض درولينج وسالفيشن هواي ومن نضغط على السوفت بلت نشوف اكو كولكشن مبين يعني ذاك كولكشن اوف باس ذيك الساعة لازم وي هاف تو درين ذا ابسس انسجن السجن يصير منطقة تقاطع إيش هوريزنتال من السوفت بلايت وفيرتيكال لاين ويل انتيريور بلار من فوق شوف الوضع راح يلتقى راح يلتقى في نقطة هي نقطة السجن مالتنا نفتح ومن نفتحها دخل ارتري كأنه أي بأبسس فاتحينه ويظل المريض يطلع البص يفتح. أحيانا يقول هذا المريض بعد خلاص هو عنده كرونيك تونسيلايتس مو اكيوت وعنده صار ابسس فنسوي له تونسيلكتومي في المرة يعني مجرد نفتح السجن راح تطلع التونسيل بسهوله لكن اكو ريسك اوف بليدنج. ثانك يو فور يور ريسيرش. اي سؤال طلاب؟ طلاب عندكم سؤال؟ شكرا جزيلا لكم. أتواجد في الشير.
محاضرة ثانية بعد، أما دكتور فراس أو إذا أنا راح أعطيكم المحاضرة اللي بعدها، شوفوا.